نعطيو الانترناسيوناليتي للاسوسياسيون هذه، يمشي عام للجزائر، يمشي عام للمغرب، يمشي عام لهنا ونكونوا. وهي في الحقيقه المشروع هذا بدا بافكار بسيطه في 2013، والان الحمد لله نهضر على سيرتو علينا حنايا، وين لحقت تقريبا في العام يجي 30 40 استاذ يعملوا لي ستاج تاعهم لهنا، ومام مام حتى لي برودوي سيونتيفيك نتاعهم، يعني حاجه خارقه للعاده، يعني ما شاء الله. نتمنى وان شاء الله العمليه تتعمم وانت تولي في المغرب وتولي في الجزائر وتولي في تونس، وشكرا جزيلا.